هاد القصيدة ريهدية جمال الشوي وكل استقاو وفي خاطرك أخويا ناصر بالباهي وليدك عبد الحميد سماعين بن عروج وناس المدية ودعونا ربي يكون في عون هاد المخلوقة اللي لقاتني تبكي جبتت الحجر على هاد البنت عندها بنت واحدة دولها ربي إن شاء الله جابتها عن قريب أمين يا رب أمين. إديشون بداد تقدم لكم محمد الخياطي كايت بالحاو بنتها سراب كليمة مرت ما ربات خلتها بالحياة مغرارة برحت من البال والتنسات غلشتها كي كانت صغيرة جابتها لبناتها وبناتها زوجتها وما طالت العشرة جاتها لفرنسا ولا على البنت ذاقت المرة صارت ستواج أمها عدا حكيت من لحى وبنتها سارة تركني ما اثمت ما ربا عدات صغرها بتمام صار بنتها نسات الموقف وها الصغر وزاد القدام وما خبت تروح وتوالف طحت مع انسان طيب كلام انسى على كل وش تعرف بها بالصح واهتمام يا درها اللي مجرب وشايف انتي بنتك ما هيش بنت حرام عندها قلب حنين وتوالف اطلب لها الحفظ والسلام لسان كبير لازم يسافر درتك وخدمت فكري بيك كل عندك تمين ما تبقيش عندك غير واحدة مشات عليك خبتيها لا تروح ما توليش ان شاء الله عم خارب ترجع ليك هذاك اليوم فرحة ما زالت الايام تجعلك سارة وتستعرف بالخياطي جاب ذو الانظام يا در اللي طاح وتنقرف ما عندي ولا نزيد كلام انا شربت السم بالمغرفة Thank you.
سارة كلمة ربتنا ربك خلتها بالحياة مغرارة برحت من البال والتنساد وقلشتها كي كانت صغيرة جابتها لبنى